هل أنت في المنزل ومصاب بفيروس كورونا؟ هكذا تحمي نفسك وأحبائك. اتبع هذه التعليمات أثناء فترة الحجر الصحي. يجب على المقيمين في المنزل غسل اليدين جيداً بالصابون عدة مرات في اليوم، وأن يبقى الشخص المصاب في غرفته بشكل مطلق، وأن يتجنب الاتصال بالآخرين عند تسليم الطعام. بعد ذلك غسل الأطباق التي تم لمسها من قبل المصاب فوراً في أطول دورة غسيل وفي أعلى درجة حرارة. ثم يجب تعقيم جميع الأسطح التي لامست غرفة المصاب بالكورونا بالمطهرات المنزلية، ثم مرة أخرى اغسل يديك جيداً. إذا اضطر الشخص المريض إلى مغادرة الغرفة فعليه ارتداء خناع صحي. بعد استخدام دورة المياه يجب تطهيرها بشكل جيد بماء جافيل أو بمنظفات أخرى. ومرة أخرى اغسل يديك جيداً وعد إلى غرفتك على الفور. على المصاب أن يرتدي قناعاً صحياً، ويجب في حال إزالته أن يمسك بالقناع من خلف أذنيه ولا يلمسه من المنتصف. يجب على المصاب فتح النوافذ، التخلص من المناديل الورقية، جمع الغسيل في كيس بلاستيكي وغسله بشكل منفصل في أعلى درجات حرارة ممكنة، ثم مرة أخرى اغسل يديك جيداً. ماذا لو كنت تعيش بمفردك؟ اتبع ما يلي. ابق في شقتك وأحصل على مساعدة من الخارج. إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، اتصل أو راسل الأصدقاء أو العائلة أو المعارف تحت أي ظرف من الظروف يجب أن لا تقابلهم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على العنوان التالي: fopha.coronavirus.ch. ولا يزال علينا احترام ومراعاة القواعد، مثل الحد من الاتصال مع الآخرين، العمل في المنزل إذا أمكن، غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على مسافة أمان، العزل والحجر الصحي عند الضرورة، والذهاب إلى الاختبار إذا لزم الأمر. عند الاستفسار ولمزيد من المعلومات اتصل بكورونا فيروس 00141 584 63 000. من المهم متابعة قواعد الكانتون الذي تعيش فيه. قد يكون لديه قوانين أو قواعد ومعلومات إضافية فيما يتعلق بكوفيد-19. يرجى مشاركة هذه الرسالة مع أصدقائك ومحيطك وعائلتك، وتذكر البقاء في أمان وحافظ على سلامتك. شكراً لكم.